ترأس رئيس جمعية التضامن عثمان عبد الله بقرية قلة حملة غرس الأشجار بالقرية إيمانا منهم بالحفاظ على البيئة. تقرير فاطمة داود الحمر. يعتبر إقليم البحيرة من الأقاليم المتآخمة للصحراء الكبرى، وقد بدأ الزحف الصحراوي متوجها نحو الإقليم وغزا معظم أرجائه. ونظرا لخطورته وما ينجم عنه من أخطار بيئية كتعرية التربة والجفاف الذي يؤثر سلبا في الإنتاج الزراعي، قام أبناء إقليم البحيرة ببادرة جميلة بغرس شتلات من الأشجار في مناسبة رسمية حضرها ممثل محافظة أنغوري ومفتش المياه والغابات وعدد من ممثلي المنظمات الغير حكومية بالساحل والصحراء، وذلك من أجل تحسين الأوضاع المناخية للإقليم ومحاربة الزحف الصحراوي. في كلمته الترحيبية ممثل محافظة أنغوري قدم شكره لجمعية التضامن على هذه البادرة التي قاموا بها، وهي تدخل بلا شك ضمن الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في القطاع البيئي. رئيس الجمعية عثمان عبد الله حسين أشار إلى أهمية هذه البادرة في محاربة التصحر، لأن التصحر يعتبر تدهورا في الشريط الساحلي مما يؤثر في انخفاض الإنتاج الزراعي للإقليم وارتفاع درجات الحرارة. والجدير بالإشارة أنه خلال الحملة فقد تم غرس حوالي 400 شتلة في قرية قلة، وستواصل الجمعية مسيرتها بتخصيص قرية واحدة كل عام وغرسها عن طريق القرعات التي تنظمها الجمعية.